يشاء إنك لأنت العليم الرشيد. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ولك أن يهديك الحسن فلا بد أن أخالف إنما أنا أكبر من يريد أن يسلم صلاة وعن إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم يا قوم إنكم شقاق يصيبكم مثل أصابع ولما جاء من الدين شعيبا